الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم ما بدأناه في الوحدتين السادسة والسابعة، ونكمل معكم الوحدات الثامنة والتاسعة والعاشرة مع أهم أفكار هذه الوحدات. نبدأ في المسألة الأولى في الشكل المقابل، سين عين صاد لام، شكل فيه سين عين، سين عين يطابق سين لام، وصاد عين يطابق صاد لام. أثبت أن المثلثين سين صاد، سين عين صاد وسين لام صاد متطابقين. أثبت أن الشعاع سين صاد ينصف الزاوية سين كاملة. نبدأ بالبرهان. بما أن المثلثان، نذكر المثلثان عين صاد سين لام صاد سين، فيهما نبدأ دائما بالمعطيات. إذا سين عين يطابق سين لام، وصاد عين يطابق صاد لام، نضعهم. إذا عين صاد يطابق لام صاد معطى، وعين سين يطابق لام سين معطى. ونلاحظ أن صاد سين هو ضلع مشترك ما بين المثلث الأول والثاني، إذا نكتب صاد سين ضلع مشترك. إذا حصل التطابق بين المثلثين، إذا المثلث عين صاد سين يطابق المثلث لام صاد سين، والحالة هي ضاد ضاد ضاد، أي تطابقت ثلاث أضلاع من المثلث الأول مع نظائرها في المثلث الآخر. هذا هو المطلوب الأول من التطابق. طالما أن المثلثين متطابقين، نستنتج أن العناصر، عناصر الستة لكل مثلث، تطابق نظائره. ويلزمنا كلمة ينصف، إذا يلزم أن نثبت أن الزاوية عين سين صاد تطابق لام سين صاد. بما أن المثلثين متطابقين، إذا هاتين الزاويتين متطابقتين. طالما أن هاتين الزاويتين متطابقتين، هذا يعني أن سين صاد ينصف زاوية سين كاملة. ننتقل إلى السؤال الآخر. في الشكل المقابل لدينا دال صاد، نلاحظ نفس الرمز، ودال عين متطابقين، وسين عين شرطين يطابق سين صاد شرطين، إذا نفس الرمز. ولدينا معلومة أن قياس الزاوية صاد 65 درجة. برهن أن المثلث سين سين دال صاد يطابق سين المثلث سين دال عين، ثم أوجد قياس سين عين دال. بما أن المثلث سين صاد دال وسين عين دال فيهما، أولا نضع المعطيات. سين صاد يطابق سين عين معطى، وصاد دال يطابق عين دال أيضا معطى، ولدينا سين دال، نلاحظ أن سين دال هو ضلع مشترك بين المثلثين. إذا حصلنا على أن المثلث الأول سين صاد دال يطابق المثلث سين عين دال، والحالة هي تطابق ثلاث أضلاع في المثلث الأول مع نظائرها في المثلث الآخر. إذا الحالة هي ضاد ضاد ضاد. طالما أن المثلثين متطابقين، فنظيرة الزاوية صاد هي نظيرتها عين، أي تطابقها. إذا ونكتب أن قياس سين عين دال تساوي قياس نظيرتها سين صاد دال. وبما أن سين صاد دال 65، إذا معناتها سين عين دال تساوي قياسها يساوي 65 درجة. ننتقل إلى سؤال جديد. في الشكل المقابل جيم منتصف الضلع ألف باء، وقياس باء يساوي قياس ألف يساوي 90 درجة. أثبت أن ألف هاء يساوي في الطول باء دال أو يطابقه. أثبت أن ألف هاء يطابق باء دال، أي يساويه في الطول. بما أن المثلثين، نضع الآن أسماء المثلثين، باء جيم دال، والمثلث ألف هاء جيم فيهما. نضع المعطيات أولا. نلاحظ أن باء جيم يطابق جيم ألف. طالما جيم منتصف، إذا باء جيم يطابق جيم ألف معطى، وقياس باء يساوي قياس ألف يساوي 90 درجة، أيضا في معلومات المسألة معطى. ونلاحظ أن الزاوية واحد تطابق الزاوية اثنين بالتقابل بالرأس. نلاحظ أن لدينا الحالة الآن زاوية وزاوية والضلع الواصل بين رأسيهما. إذا زاويتين والضلع الواصل
مع نظائرها في المثلث الآخر. إذا المثلث باء جيم دال يطابق المثلث ألف جيم هاء، والحالة هي زين ضاد زين. ومن التطابق نستنتج أن ألف هاء نظيره باء دال، إذا ألف هاء يساوي باء دال. ننتقل إلى مسألة أخرى. بما أن المثلث، نلاحظ أن لدينا الشكل ألف باء جيم دال، لدينا معلومات على هذا الشكل. نلاحظ أن ألف باء نفس الرمز على الضلع ألف دال، إذا هذين الضلعين متطابقين. نلاحظ أن قياس باء يساوي قياس دال يساوي 90 درجة. إذا المثلث ألف باء جيم أو المثلث ألف دال جيم فيهما قياس باء، نضع المعطيات أولا، قياس باء يساوي قياس دال يساوي 90 درجة، ونكتب السبب هو معطى، وألف باء يطابق ألف دال أيضا معطى. ونلاحظ أن ألف جيم هو ضلع مشترك، ونقول بهذه الحالة الزاوية 90 هو وتر مشترك، ضلع مشترك كافي. إذن المثلث ألف باء جيم يطابق المثلث ألف دال جيم، والحالة هي مثلث قائم ووتر، وتر مشترك وضلع يلي هو معطى معنا. إذن المثلثين متطابقين، وهي الحالة الرابعة من التطابق. من تطابق المثلثين نريد أن نثبت أن ألف جيم ينصف زاوية ألف، أي الزاوية باء ألف جيم تطابق دال ألف جيم. من التطابق هاتين الزاويتين المتناظرتين، إذن متطابقتين، وهذا يعني أن ألف جيم ينصف زاوية ألف كاملة. ننتقل إلى مسألة أخرى. في الشكل المقابل ألف باء جيم دال مستطيل، ولدينا باء نون يساوي دال طه. أثبت أن ألف نون يطابق أو يساوي في الطول جيم طه. طبعا هنا نتوجه إلى أن نثبت أن المثلثين متطابقين، ونلاحظ أن المثلث ألف باء نون مثلث جيم دال طه فيهما قياس ألف يساوي قياس جيم يساوي 90 درجة. بما أن الشكل مستطيل، إذن زوايا المستطيل الأربعة قوائم، وأن ألف باء يساوي دال جيم، هذين ضلعين متقابلين في مستطيل متطابقين أو متساويين في الطول، إذن أو نكتب من خواص المستطيل، ويبقى لدينا باء نون يطابق طه دال من معطيات المسألة. إذا حصل لدينا التطابق، إذا مثلث ألف باء نون يطابق المثلث دال جيم طه، والحالة 90 درجة، أي أن لدينا مثلث قائم ووتر وضلع من الأول مع نظائرة في الآخر. طالما أن المثلثين متطابقين، من التطابق نجد أن ألف نون نظيره جيم طه، إذا ألف نون يساوي جيم طه. ننتقل إلى سؤال آخر. لدينا في الشكل، التالي: سين صاد عين لام متوازي أضلاع. في الشكل نريد إثبات أن سين صاد عين لام متوازي أضلاع. نلاحظ أن سين هاء يساوي سين صاد. بما أن هاتين الزاويتين متطابقتين، إذن لدينا نتيجة تقول إذا تطابقت زاويتان في مثلث تطابق الضلعان المقابلان لهما، إذن سين هاء يساوي سين صاد. لكن سين هاء يساوي لام عين، إذن سين هاء يساوي لام عين. هذا من معطيات المسألة. نلاحظ أن الطرف الأول سين هاء يساوي سين هاء من خواص المساواة، إذن الطرف الثاني يساوي الطرف الثاني، ونكتب سين صاد يساوي لام عين، والسبب من خواص المساواة. إذن لدينا أيضا قياس الزاوية سين صاد هاء والزاوية يساوي قياس لام عين صاد، هذا الكلام من المعطيات، وهما بوضعية التناظر أي متناظرتان. وإذا كان لدينا زاويتان متناظرتان
بوضعية التناظر ومتطابقتان فيحصل لدينا التوازي. إذن سين صاد يوازي لام عين، وأيضا سين صاد يساوي لام عين. إذن حصلنا على حالة من حالات الكشف عن متوازي الأضلاع، ونقول أن سين ونقول من واحد واثنين سين صاد يساوي لام عين وسين صاد يوازي لام عين. إذن الحالة تقول نحصل على أن هذا الشكل سين صاد عين لام متوازي أضلاع، لأنه حصلنا على الشرطين تطابقا وتوازى، فيه ضلعان متقابلان. نعود إلى هذا المثال. في الشكل المقابل قياس لام صاد عين يساوي 50 درجة، وقياس صاد عين سين يساوي 50 درجة، وقياس سين لام صاد 50. إذن لدينا سين لام صاد 50 ولام صاد عين 50 وسين عين صاد 40 درجة. أثبت أن الشكل الرباعي سين صاد عين لام معين. إذن لدينا هنا حالة خاصة من حالات الكشف عن متوازي الأضلاع. إذن يجب أن نثبت أولا أن الشكل متوازي أضلاع، بما أن سين لام يساوي صاد عين، هذا من معلومات على الشكل إذن معطى، وقياس سين لام صاد يساوي قياس لام صاد عين يساوي 50 درجة، وهو من معطيات المسألة، وهما بوضعية التناظر التبادل عفوا. إذن هاتين الزاويتين حرف الزد، إذا شايفينه، إذن حرف الزد، إذن بوضعية التبادل زاويتان متبادلتان ومتطابقتان. إذن حصلنا على شرط التوازي. إذن ونقول سين لام يوازي صاد عين، وأصبح لدينا من المعلومة الأولى والمعلومة الثانية هذا الشكل فيه ضلعان متقابلان متطابقان ومتوازيان. إذن نجد أن سين لام عين صاد متوازي أضلاع، وحقق شرط الحالة لأنه تطابق وتوازى، فيه ضلعان متقابلان. بقي علينا أن نثبت أن الشكل معين. لإثبات أن الشكل معين يجب أن نثبت أن القطرين متعامدين، أي إحدى هذه الزوايا، إحدى منها، واحدة منها، يجب أن نثبت أن قياسها 90 درجة. ونلاحظ أن المثلث صاد ميم عين موجود فيه قياس الزاوية 50 والزاوية 40. إذن قياس صاد ميم عين يساوي 180 ناقص 50 زائد 40 يساوي 90 درجة، اعتمادا على مجموع قياسات زوايا المثلث تساوي 180 درجة، أي أن القطر سين عين يعامد القطر صاد لام، ونكتب علامة التعامد ونكتب القطران متعامدان. إذن أصبح لدينا متوازي أضلاع وتعامد قطراه. إذن يصبح الشكل سين لام عين صاد معين، ونكتب لأنه متوازي أضلاع تعامد قطراه. نذهب إلى التمرين. في الشكل المقابل سين عين وصاد لام قطران في الدائرة مركزها ميم. أثبت أن الشكل الرباعي مربع. نلاحظ هناك معلومة أخرى على الشكل، أحيانا المعلومات تكتب وترسم، وأحيانا ترسم ولا تكتب، وأحيانا تكتب وترسم. إذن هنا لدينا المعلومة أن لام صاد يعامد سين عين. إذن يجب أن نثبت أولا أن الشكل متوازي أضلاع، بما أن ميم سين يساوي ميم عين أنصاف أقطار بدائرة واحدة، وميم لام يساوي ميم صاد، إذن أنصاف أقطار أيضا بدائرة واحدة. إذن يصبح الشكل متوازي أضلاع على الحالة التي تقول أن القطران ينصف كل منهما الآخر، فيصبح الشكل متوازي أضلاع. بقي أن نثبت أن الشكل مربع. لإثبات أن الشكل مربع يجب أن نثبت أن القطرين متطابقين ومتعامدين. نلاحظ أن لام صاد وسين عين هما قطران في دائرة واحدة، إذن سين عين يساوي لام صاد قطران في دائرة واحدة. وأيضا
سين عين يعامد، أي زاوية 90 يعامد لام صاد، هذا الكلام معطى. إذا تحقق الشرطين، إذا أصبح لدينا متوازي أضلاع تطابق وتعامد قطراه فيصبح مربع. إذا سين صاد عين لام مربع لأنه متوازي أضلاع تطابق وتعامد قطراه. نذهب إلى تمرين جديد. باستخدام مبدأ العد أوجد عدد النواتج الممكنة. باستخدام قانون العد، إذن الملابس 3 قمصان و4 كنزات وزوجان من الأحذية، ما عدا طرق الاختيار. طرق الاختيار على مبدأ العد 3 ضرب 4، زوجان أي 2 ضرب 2، إذن 3 ضرب 4 ضرب 2 يساوي 24 طريقة اختيار. بنفس الطريقة الدراجات لدينا 5 ألوان و3 أحجام و3 موديلات، ما عدا طرائق الاختيار على نفس مبدأ العد، إذا عدد طرائق الاختيار يساوي 5 ألوان ضرب 3 للأحجام ضرب 3 للموديلات، إذا 5 × 3 × 3 والجواب 45 طريقة اختيار. نذهب إلى فكرة الاحتمال. حقيبة تحتوي على 3 كرات خضراء، 5 كرات زرقاء و6 كرات حمراء. أوجد كل مما يلي: احتمال سحب كرة زرقاء. قانون الاحتمال إذن عدد مرات ظهور الحدث، احتمال ظهور الحدث على عدد عناصر الفضاء. عناصر الفضاء يعني كل الكرات. اجمع 3 + 5 + 8 + 6 = 14. إذن احتمال ظهور كرة زرقاء 5 على الفضاء اللي هو 14. إذا في اختصار أختصر، ما في اختصار أترك التمرين كما هو. احتمال ظهور الكرة بيضاء، لا يوجد لدينا كرة بيضاء، إذن 0 من 14 والاحتمال هو 0. احتمال سحب كرة ليست حمراء أي زرقاء أو خضراء، إذن 3 + 5 = 8، إذن 3 + 5 = 8 على عدد عناصر الفضاء اللي هو 14. 8 على 14، ونلاحظ هناك اختصار على 2، إذن يساوي 4 على 7، ونكون بذلك قد مررنا على أهم أفكار الوحدات 8 و9 و10. تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح، والله من وراء القصد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.